خدت قبله والأرنب كان واصل قبله. إيه بعد ما شرفنا الديب التمساح والدب توعده والعصفور جالنا حسب وعده. في كتابنا مفيش حد غريب تعبان والأسد اتقابله والأرنب كان واصل قبله. إيه بعد ما شرفنا الديب التمساح والدب توعده والعصفور جالنا حسب وعده. في كتابنا مفيش حد غريب بسم الله والابن وروح القدس الله واحد امين. المجد الاب والابن وروح القدس الان وكل اوان والى ظهر دول كل امين. اهلا بكم مع حلقه جديده من برنامج سفينه نوح. والنهارده هنتكلم عن الغزاله. الغزاله هو حيوان نباتي بياكل عشب الارض وبيعيش في اماكن واسعه. وزنه من 10 كيلو 25 كيلو وبيجري حوالي 85 كيلو متر في الساعه. وحمل الغزال من 6 شهور الى 8 شهور وبيولد الغزال من مولود واحد الى 3 مواليد من الغزلان الصغيرين. ولاقي ان نظر الغزال العين بتاعته بتلف حوالي 310 درجة والعين بتاعته على الجنبين بتوعه عشان يقدر يلمح الخطر اللي جاي من بعيد. في دول بتاكل لحم الغزال وبيحب السفر والترحال المشي من اماكن الى اماكن وبتسقط قرونه كل سنة وبتطلع تاني. وفي فرق ما بين الغزال والايل في الكتاب المقدس. الغزال غير الايل. الايل هو شبه الغزال لكن قرونه طويلة ودول يحدها لي حكايات، لكن النهاردة حكايتنا مع الغزالة. الكتاب المقدس ذكر الغزالة مش كحيوان، لكن ذكر الغزالة كمعنى اسم لحد مشهور في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كله اتكلم عن الغزالة في مكان واحد في سفر الأعمال إصحاح 9 اتذكر عن قصة طبيصة اللي معنى اسمها غزالة. يافا، يافا دي كانت بلد على شاطئ البحر، في واحدة اسمها طبيصة وكانت طبيصة دي خياطة وكانت بتعمل هدوم للأرامل وللغلابة وكانوا بيحبوها جدا. فمرة من المرات مات الطبيصة. لما مات الطبيصة قعدوا عيطوا عليها الأرامل وقالوا يا طبيصة انت كنت بتساعدينا، احنا زعلانين جدا على موتك. وقعدوا يصوتوا ويعيطوا. راحوا قالوا نجيب مين؟ قالك احنا نغسلها ونقعدها في العلية. العلية دي أوضة عند السطوح. وقالك نروح لنادي بطرس. راحوا حتة اسمها لدة وجابوا بطرس ليافا. قالوا له يا بطرس تعالى في خياطة اسمها طبيصة كانت بتعمل لنا الهدوم ماتت والناس بتعيط. راح بطرس وقال لهم مال طبيصة؟ قالوا لها دي ماتت وغسلناها. راح جه بطرس قال لهم اطلعوا برا. ولما طلعوا برا قعد بطرس وصلى وقال له يا رب انت اللي اديت الروح للانسان، رجع روح طبيصة تاني الى جسدها. وصلى بطرس ونادى على طبيصة قال لها يا طبيصة قومي. وقامت طبيصة. لما قامت طبيصة جرح نادى على الأرامل والقديسين الغلابة قال لهم تعالوا طبيصة اللي بتخدمكم اهي بقت قدامكم. وفرح جدا وطلع بطرس عند واحد تاني اسمه سمعان الدباغ. ونتعلم من قصة طبيصة ان انا اخدم ربنا بمهنتي. كانت طبيصة خياطة لكن خدمت ربنا من خلال الخياطة. نتعلم من الأرامل والقديسين نحن نشارك بعض سواء في الفرح أو في الحزن زي ما هم شاركوا طبيصة في موتها. نتعلم إن أنا أعمال الرحمة هي اللي هتفيدني في حياتي الأبدية زي ما عمل الرحمة أفاد طبيصة في حياتها الأبدية. نحفظ الآية كده مع بعض نقوله مع بعض. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. ولا تاني. انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. يوحنا 11:25. يوحنا 11:25. ودي حكاية الغزالة في الكتاب المقدس.
المرة الجاية هنتكلم مع قصة جديدة من سفينة نوح. باي باي. كان ياما كان بعدها توتاتو.